نظمنا هذا اليوم العالمي كندي مغربي افريقي باش نعرضوا يعني الحصيله ديالنا ديال هذه الشراكه مع المؤسسات الكنديه وخاصه في ميدان التعليم طريقه اكستراوردينير ديال التدريس اللي تقدر تغير جذريا مستوى التدريس في المغرب والقاره الافريقيه ومشاريع اخرى في التنميه المستدامه. بعد شهر تقريبا من اتفاق من المؤتمر المناخي 24 ديال كاتوفيتسي اللي كان فيه التوافق من اجل ان تتخذ اجراءات عمليه لتنفيذ اتفاق باريس، من جهة أخرى القارة الإفريقية هي الأولى في المحك اليوم ومحتاجة إلى أجوبة عملية لمواجهة الآثار اللي كتمس الأمن الزراعي والأمن الفلاحي، على اعتبار أن منذ قرون القارة الإفريقية هي حاضنة لمنظومة فلاحية زراعية وعدم التدخل السريع من اجل الحد في هذا النزيف فيما يتعلق لا تدهور التربه، التصحر، الاشكال فيما يتعلق بندره المياه، عنده اثار وخيمه فيما يتعلق الامن والاستقرار. بالتالي هذا النقاش هو مهم جدا. نعلم جيدا ان الحمد لله باراده سياسيه وقرار معلن من جلاله الملك الحكومه تشتغل في تنفيذ الاولويه الوطنيه فيما يتعلق التعاون جنوب جنوب. عندنا خريطة الطريق فيما يتعلق التعاون الثنائي ثم التعاون الثلاثي. Le gouvernement du Québec soutient une initiative CAMLUS qui est lancée aujourd'hui, qui est une collaboration de l'IGED avec les organismes québécois de l'INRS et d'Ouranos. Je salue les initiatives que le Maroc prend dans le domaine du développement durable, puis la présence de la secrétaire d'État chargé du développement durable et du maire de Rabat aujourd'hui. Le but de notre initiative, c'est de développer une collaboration Québec-Maroc en développement durable qui ont des impacts concrets à Rabat et qui permettront la formation d'étudiants qui s'intéressent au changement climatique comme domaine d'expertise. Et à plus grande échelle, on souhaiterait que ce projet puisse collaborer avec des pays d'Afrique subsaharienne pour les aider aussi dans l'adaptation au changement climatique. أهمية هذا اليوم الكندي تنبع من عاملين أساسيين. العامل الأول هو أنه سيكون بمثابة المغرب سيكون بمثابة جسر بين القارة الإفريقية وكندا. الكنديين يريدون تكوين حوالي 1000 طالب من المغرب وإفريقيا في مجالات الأمن الغذائي، الأمن المائي، وفي مجال البيئة، حماية البيئة وتدوير النفايات. تكوين على أساس مستوى الماجستير ومستوى الدكتوراه. هذه مسألة في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك كندا ستستقبل خلال 2019 و2020 و21 مليون مهاجر. ستمنح لهم الجنسية الكندية. وهذا مشروع طموح وطموح جدا. كندا لن تكتفي فقط بتكوين طلاب في مستوى الماجستير والدكتوراه، وإنما ستعمل على مواكبة هؤلاء الطلاب بمشاريع لها علاقة بالأمن الغذائي بالدرجة الأولى والأمن المائي في كل الدول الإفريقية. Cette collaboration avec le Maroc, avec le Canada pourront véritablement nous aider à échanger d'abord nos expériences en termes de formation, de recherche, également nous permet de mutualiser nos efforts en termes d'échange de stagiaires, en termes vraiment d'échange de formateurs, et également mutualiser tout ce qui est moyen, matériel ou autre pour faire en sorte que effectivement nous puissions gagner ce défi-là. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.